طبعا الاسبوع اللي فات انا اديت مقدمه كده عن كان شويه تعريفات عن موضوع الماده بتاعتنا، طبعا اسمها التاثير البيئي للمشروعات. فادينا تعريف يعني على سبيل المثال علم البيئه والملوثات وهكذا، كانت محاضره يعني بسيطه. هنستكمل اللي احنا بداناه النهارده. فطبعا العنوان اللي انتم شايفينه قدامكم، لما بقول مكونات البيئة، الأرض، البحار والمحيطات، جو الأرض، هو طبعا الحاجات دي احنا في معظمنا عارفينها، بس هو احنا بنسردها بنرتب أفكارنا. يعني المفروض انا هتكلم عن تلوث بيئي. طب التلوث البيئي في بعض الناس بيجي في بالها التلوث اللي هو تلوث الهواء، يعني الفكر المنتشر، حتى بعض يعني بعضهم بيحكم على مكان ان هو ملوث او غير ملوث من الهواء بتاعه، بس في حين ممكن المايه تكون ملوثه او الارض نفسها ملوثه. تمام. فالبيئه اللي انا بقصدها مش الجو بس، مش الهواء بس، لا، الارض دي احتمال يبقى فيها تلوث. طبعا احنا بنتكلم عن المكونات عموما، اللي هنشوف بعد كده المشاكل اللي ممكن تتعرض لها في البحار والمحيطات. طبعا المسمى ده بيشمل برضو البحيرات المياه العذبة، مقصود بيها المياه في حد ذاتها يعني. وفي بعد كده جو الأرض، الأتموسفير. الأتموسفير دوت هيخص أو هيجي ذكره في مشكلتين من مشاكل البيئة، حاجة يعني بعضكم هيكون سمع بيها. وعشان نتعرف على المشكلتين دول بالتفصيل ونفهمهم، هنبتدي نشوف طبقات الجو، لأن الطبقات دي نفسها ليها علاقة بالمشكلتين. يعني عشان تبتدي توصف المشكلة الأولانية والمشكلة التانية، تضطر الأول تكون عارف الغلاف الجوي بينقسم لطبقات إيه. ففي أول طبقة اللي هي التربوسفير، الطبقة ديت اللي هي الغلاف اللي هو ملامس للأرض مباشرة، ده اللي احنا بنبقى ايه عايشين فيه، ده اللي هو فيه بيبقى فيه السحب وعملية دورة البخار زي ما مكتوب كده، تمام، الأمطار والرياح وكده، كله ده حاصل في الطبقة دي. تمام. ودي من ضمن كل ما بترتفع فيها بمقدار 160 متر درجة الحرارة بتنخفض درجة واحدة، يبقى دي الطبقة اللي بيحصل فيها الظواهر الجوية اللي احنا عارفينها. تمام. في بعد كده طبقة اسمها الستراتوسفير. الأول الطبقة اللي هي التربوسفير دي الارتفاع بتاعها بيوصل لحد 18 كيلو، يعني بيختلف باختلاف المناطق. طبعا الموضوع بقى ليه علاقة بالجاذبية وكده، يعني فوق القطبين بيبقى من 8 ل 10 كيلو، ده السمك بتاعها، فوق خط الاستواء بتوصل ل 18 كيلو. الطبقة اللي تليها اللي هي الستراتوسفير دي، هنلاقي فيها ان الجزء السفلي منها والحد ارتفاع 30 كيلو، بتبقى تقريبا درجة الحرارة فيها ثابتة. تمام. احنا الاول قلنا ان هنا بتلتفع كل 160 متر نلاقي درجة الحرارة نزلت درجة، ده الكلام ده مقصور على الطبقة دي بس. هتيجي في الطبقة ديت أول جزء فيها والحد ارتفاع 30 كيلو، يعني مثلا لو عند الارتفاع اللي هو 18 يبقى من 18 ل 30، هتلاقي درجة الحرارة ثابتة. وبعد كده بتبتدي ترتفع وتوصل لحد 100 درجة عند ارتفاع 60 كيلو. فطبعا يعني كده واضح ان اللي بيطلع في الطبقات الجو دي كان متوقع وهو طالع ان درجة الحرارة بتنخفض، لا، هيجي عند ارتفاع معين يبتدي تلاقي الدرجة دي بتزيد، وعند ارتفاع 60 كيلو بتوصل ل 100 درجة. طبعا 100 درجة ده رقم كبير، يعني دي الدرجة بتاعت غليان المية. تمام. طيب وبعد ال 100 درجة دي يبتدي درجة الحرارة تنزل ل 20 درجة. طب تفسير الارتفاع ده ايه؟ يعني ليه توصل ل 100 درجة؟ الطبقة دي بينتشر فيها غاز بنسميه احنا غاز الأوزون. تمام. الغاز دوت بيمتص أشعة اللي هي الأشعة فوق البنفسجية اللي جاية من الشمس. الأشعة دي بالنسبة لنا تعتبر أشعة ضارة،
فهو ما بيمتصها بيحولها لحرارة، تمام؟ فالغاز ده منتشر في الطبقة دي، بيمتص الغازات، بيمتص الأشعة فوق البنفسجية في الطبقة ديت، والامتصاص ده بينتج عنه حرارة بتوصل لحد 100 درجة، تمام؟ طيب غاز الأوزون في حد ذاته مش موجود في الطبقة دي، هو موجود برضه في الطبقة الأولانية اللي هي التربوسفير، الطبقة الأولانية يعني الجو اللي احنا عايشين فيه ده، في نسبة ضئيلة من الأوزون برضه، تمام؟ الغاز ده في حد ذاته بيعتبر غاز سام، لكن طبعا موجود بنسب ضئيلة في الجو بتاعنا. من الخصائص بتاعته إن هو ممكن بيقتل البكتيريا والفيروسات، ممكن بيستخدم في عمليات التطهير، معالجة مياه الشرب والصرف الصحي وهكذا، تمام؟ طبعا الرمز بتاعه زي ما هو مكتوب كده، بيبقى لونه بيميل للون الايه؟ الازرق. يبقى الغاز ذات تناوله بالنسبه للانسان ده غاز سام، لكن فائدته في طبقه الستراتوسفير موضوع الاشعه فوق البنفسجيه، تمام؟ طبعا يبقى وجوده في الغلاف الجوي بتاعنا ده بنسبته اللي موجوده الطبيعيه دي هو مفيد للبيئه، ان هو يعني طالما هو بيقتل الفيروسات فعدم وجوده معناه ان الفيروسات هتنتشر. يعني ممكن احنا بنقول ان الفيروسات ما بتعيش في الجو، الواحد لو هو ماشي في مكان فاضي ما فيش حواليه حد او كده بيقلع الكمامة، واضح ان طبيعة الجو نفسه الفيروسات ما بتقدرش تعيش فيها، ممكن يكون ده سبب منها، يعني سبب من الاسباب ان الفيروسات ما بتعيش في الايه، في الهواء الطلق. في بعد كده طبقات تانية، طبقة من ارتفاع 80 ل 85، طبقة اسمها الميزوسفير. طبعا لحد قبل 80 كان نهاية الطبقة اللي قبل كده اللي هي الستراتوسفير، بترجع درجة حرارته بقى ناقص 100. بعد كده في طبقة اسمها الأيونوسفير، من المسمى بتاعها يقول لك بتنتشر ذرات هواء متأينة. طبعا احنا هنا بنذكرهم بقى ايه، ان الشيء بالشيء يعرف، يعني طالما احنا ابتدينا في قلنا في طبقات هتهمنا في التعرض لبعض المشكلات اللي بتحصل في البيئة فاحنا بنستكملهم. يعني بعد كده فيها طبقة تانية اسمها السيرموسفير، من 80 ل 800 كيلومتر، من المسمى بتاعها يقول لك دي بتتميز بارتفاع درجة حرارة بنسبة كبيرة وفيها شحنات كهربية أو كده. وبعد كده آخر طبقة فيهم اللي هي طبقة الإكسوسفير. طبعا احنا مدين نبذة بسيطة كده عن كل نوع فيه. طيب ايه رقم 4 الطاقة الشمسية؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن المكونات، رجعنا في الأول قلنا المكونات بتاعة البيئة الأرض البحار والمحيطات، بعد كده جو الأرض اتكلمنا عن الطبقات بتاعته، كده رابع حاجة الطاقة الشمسية، تمام؟ برضو الطاقة الشمسية دي بتجيلنا في صور هيهمنا ان احنا نعرفها، يعني احنا حتى من شوية بنقول الأوزون اللي في طبقة الستراتوسفير بيمتص الأشعة فوق البنفسجية اللي جاية من الشمس. طب هل الشمس بتدينا الأشعة دي أو بتطلع الأشعة دي بس؟ فهنا برضو العنوان ده هيغطي جزئية. هتلاقي الطاقة الشمسية بتجيلي في 3 صور، الأشعة فوق البنفسجية تأثيرها كيميائي، ودي اللي احنا ذكرناها من شوية. في بعد كده الأشعة المرئية، دي تأثيرها كيميائي، دي اللي هي بالنسبة لنا اللي هو ضوء الشمس، يعني دي اللي في صورة ضوء. في بعد كده الأشعة تحت الحمراء، دي بتاعت الحرارة، يعني احنا الشمس بتدينا احساس بالحرارة من الأشعة دي، وده اللي هو الجزء اللي بيدينا عملية الرؤية او الضوء، وده فوق البنفسجية دي اللي هو الجزء الضار اللي احنا بنتحاشى، يعني او هنشوف بعد كده من ضمن المشاكل البيئية ان النشاط بتاع الانسان، نشاط عملية التصنيع وكده،
كان ليها نواتج تسببت في تآكل الأوزون. طبعا طبق الأوزون دي لو اتأكلت كده الأشعة فوق البنفسجية دي هتنفذ من خلال الغلاف الجوي وتوصل لسطح الأرض. الأضرار بتاعتها بقى بتأثر على الجلد، يعني ممكن تسبب كانسر وكده، بتأثر على النظر، على العين، بتأثر على الجهاز المناعي طبعا للإنسان والكائنات التانية. يعني يعني حتى أي واحدة فيهم خطيرة، يعني عملية التأثير على الجلد أو النظر أو الجهاز المناعي، يعني كلها أسباب خطيرة، يكفي واحدة منهم بس عشان إحنا نتلافى أي أثر أو أي مشكلة تأثر لي على إيه؟ على موضوع الأوزون ده. تمام؟ طيب نروح بعد كده لعنوان التأثيرات البيئية. يعني إحنا دلوقتي لما بنقول في مشكلة بيئية، حتى المشكلة البيئية دي يعني بتنقسم طبعا لطبيعة المشكلة، يعني هل هو مثلا أو المكان اللي فيه، هل هو تلوث في الجو أو في الأرض أو المية أو كده، والحيز اللي هي بتمتد فيه المشكلة. يعني المشكلة ممكن تبقى مشكلة محدودة في المكان اللي هي فيه، يعني مصنع مثلا النواتج اللي خارجة منه أثرت على البيئة المحيطة بالمصنع. يعني البيئة دي لو كان فيها زرع أو كده، الزرع ده ابتدى يموت، تمام؟ المهم أثر على المكان المحيط بالمصنع، فدي كده مشكلة محلية. تأثير المصنع ده ما امتدش لأماكن تانية، يعني أنت لو بعدت عن المكان ده مش هتلاقي فيه مشاكل. طبعا مش معنى إن هي مشكلة محلية إن إحنا نهملها، لا، ما هي كده ما يأثر، ما بتأثر على الإنسان اللي هو موجود في نفس المكان والبيئة بتاعته، بتأثر على الكائنات اللي موجودة، تمام؟ الكلام ده هتلاقيه مكتوب باختصار. يعني ممكن برضه مصنع بيصرف مية، بيصرف التلوث بتاعه في بحيرة أو كده، بيموت السمك اللي موجود، أو السمك اللي الإنسان بيصطاده بيبقى ملوث. فالمهم كلها تسببت في النهاية في ضرر إيه؟ للإنسان. ممكن التلوث برضو زي ما ذكرنا قبل كده، التلوث السمعي، التلوث السمعي دوت مع الوقت بيسبب أمراض. يعني كتير من الأمراض اللي هي البدنية هي في أساسها جاية من توتر، جاي من التلوث السمعي ده. يعني مفيش حاجة اسمها إن حد بيألف الضوضاء أو كده، الكلام ده مش حقيقي، هو بيعتاد عليها لكن الجسم بيتأثر. طيب طبعا المؤثرات مستمرة ومتكررة، احنا ذكرنا في المحاضرة اللي فاتت، يعني الناس هترجع كده البرزنتيشن بتاعت المحاضرة والفيديو بتاع المحاضرة، ان ممكن تلوث البيئة بتستوعبه. بمعنى يعني افترض مثلا ان في دخان، حد حرق حاجة كده، بعد فترة تأثير ناتج الحرق ده اختفى، هو ايه اللي حصل؟ البيئة استوعبت التلوث، تمام؟ رجعت لوضعها الطبيعي. لو التلوث موجود بشكل مستمر أو بكمية كبيرة والبيئة ما قدرتش تستوعبه، ابتدت البيئة تتغير. عدم استيعابها للملوث بيخليها تتغير، يبقى كده حصل تلوث. يعني لو بيئة زراعية والبيئة دي حصل فيها أي نوع من التلوث والبيئة ما رجعتش لوضعها الأصلي تاني بعد فترة، فهي كده خلاص اتلوثت، لازم بقى إيه؟ الإنسان يتدخل زي ما هو تسبب في الضرر ده يرجع يصلحه. ودينا أمثلة بتراعي الجزئية دي، اللي هو عملية صرف، برضه الكلام ده من المحاضرة اللي فاتت، يعني بنحاول نربط أفكار بحيث يبقى الناس يعني متابعة معايا. كأمثلة عملية الصرف الصحي، مياه الصرف الصحي بيتم معالجتها جزئيا قبل عملية التصريف أو قبل عملية الصرف.
المعالجه الجزئيه دي بيقصد بيها ايه؟ هو طبعا ما بيكونش حولها لميه نقيه، المعالجه الجزئيه دي انه بيحولها لمستوى بحيث ان البيئه تستوعبها، بمعنى ان الميه اللي متعالجه جزئيا دي لما تيجي تصرفها في البحر بعد كده، البحر هيتولى عمليه ايه؟ تحليل بقيه مكونات الميه، يعني بعد فتره تاثيرها يتلاشى. يعني لو انت صرفتها بشكلها او بوضعها بدون معالجه هتلوث الايه؟ البحيره او البحر اللي انت ايه هتصرف فيه الميه. لو عالجتها جزئيا لا، البحر دوت هيستوعبها، بمعنى ان المكونات بتاعتها هتتحلل وبعد فتره تاثيرها هيتلاشى. خلاص، يبقى كده عمليه المعالجه دي راعت البعد البيئي. تمام. طبعا بقيه الموضوع هتلاقوه في المحاضره. طب التاثير الاقليمي، نتخيل كده مصنع او مجموعه مصانع بيطلع عادم في الجو، طبعا نوع العادم ده على حسب نشاط المصنع، والعادم دوت عن طريق حركة الرياح اتنقل لمكان تاني. المكان التاني بقى سواء ده في نفس الدولة أو دولة مجاورة مثلا، أو إن في عملية تصريف بتحصل في المية والمية دي اتحركت وراحت أماكن تانية. تمام كده، عملية التلوث ما بقتش بقى محلية، ما بقتش النوع الأولاني ده، فكده بقت إقليمي. يعني حصل، لو بعضكم سمع ما حاجة كان بيسموها الأمطار الحمضية. الأمطار الحمضية ديت الأول اللي هيخلي موضوع الحمضي وكده بتبقى اللي بنسميها ليه أكاسيد الكبريت. يعني في هنا نبذة عن ال، لو مش موجودة احنا نوضحها. المهم هي لو قابلتنا او مش كده ممكن نوضحها. المهم اكاسيد الكبريت ديت والنيتروجين بيبقى ليها تأثير حمضي بيضر الاشجار وكده. تمام، يعني اي حاجة موجودة في الطبيعة هي موجودة بنسبة. تمام، والامور مستقرة عليك. نسبة اي مكون زادت عن الحد اللي هو معتاد بيكون لها انعكاس بقى سلبي على طول في مشاكل. يعني البيئة حوالينا دي مع بميزان. تمام، البني آدم بيتدخل بشكل سلبي. ففي موضوع البيئة ده هو مش مجهوده ان يخليها احسن من الوضع اللي هي فيه، لا، ده انه يحافظ بس عليها. يعني هي الامور ماشية كويس والنشاط البشري هو اللي ايه بيلحق الضرر بيه. فموضوع الأمطار الحمضية نرجع له، مصانع وخارج منها عادم، العادم ده من ضمنه مثلا أكسيد الكبريت وكده، ففي الجو كده أصبح فيه ملوثات من ضمنها أكسيد الكبريت. لما جه بعد كده الجو، طبعا الهواء حرك النواتج المصانع ديت وداها لدول مجاورة. الكلام ده كان حصل في أوروبا من سنين. طيب جات الأمطار مطرت، لقوا إن الأمطار النازلة أمطار موتت الزرع، يعني المطر النازلة من السماء أثرت على الزرع والأشجار وكده. تمام، المطر وهي نازلة كان فيها الملوثات اللي هي طالعة من المصانع. تمام، وظهر من ساعتها بقى اللي هو التعبير اللي هو بتاع الأمطار الحمضية دي. يعني بقتش حتى فكرة المطرة اللي احنا متوقعينها ان هي مية نقية، لا، ده المطرة نازلة ملوثة، مطرة ضارة. تمام، فدي كده مشكلة اقليمية. يعني نشاط في بلد تسبب في مشكلة في بلد ده. تمام، واحنا حتى زي ما قلت المحاضرة اللي فاتت نتيجة وطبعا حاجات انتوا بتقروها برضو في الجرانين وكده، عملية تغير المناخ، إن بعض المدن اللي هو الساحلية أو
او المدن اللي هي عند دلتا الانهار. انا بتكلم طبعا كلام عام يعني، ما اقصدش بيه عندنا هنا، الكلام ده على مستوى العالم يعني. فبيقول لك اللي هي الاماكن دي طبعا دلتا الانهار والمدن الساحليه مستواها عن سطح البحر منخفض. تغيير المناخ بيتسبب بقى ان الجليد اللي هو موجود عند القطبين بيبتدي يدوب، يرتفع مستوى سطح البحر، فالمدن دي او الاماكن دي اصبحت ان هي ايه مهدده بالغرق. طبعا مش التغيير ده الوحيد، لا ده انت بتلاقي اماكن كان طبيعتها فيها مطره، الاماكن دي بقى فيها جفاف. يعني انا شفت مقاله من فتره يعني في احد البلدان بدون ذكر اسماء، يعني كان مكان يعتبر بيتم فيه التزلج على الجليد، يعني مكان فيه جليد والسياح بيروحوا يتزحلقوا على الجليد وكده. فجايبين صورة نفس الوقت من السنة المكان أصلا فيه جفاف، يعني المناخ اتغير نفس الوقت، مش فيه مية ولا مطر، لا ده الأرض جافة، وجايبين أرض متشققة كمان من كتر الجفاف اللي هو فيه. عملية تغيير المناخ دي يعني عملية مدمرة. يعني طبعا احنا لو نفكر فيها بهدوء كده، الإنسان متوزع على الأرض وعايش في مدن وكده بناء على المناخ الموجود والبيئة اللي موجودة، تمام؟ يعني المدن بطبيعتها بتبقى حوالين مصادر مية كده، وفي بيئة زراعية، وفي لو في كل بيئة فالمدن قامت جنبها وبتمارس النشاط بتاعها، والناس عايشة تشتغل بناء على البيئة اللي هو فيها، المكان اللي هو فيه. فنتخيل لو الوضع ده اتغير ما بقاش موجود، وللأسف مش بيتغير للأحسن، ده للأسوأ. يعني يكون مدن بحالها وبقالهم مئات السنين وآلاف السنين الدنيا مزدهرة وشغالة على وضع معين، فتخيل انت الوضع ده نتيجة نشاط الإنسان ممكن يتبدل. يعني نهر بيبقى فيه مية ممكن مبقاش فيه مية، مطر بتمطر في مكان مبقتش موجودة. يعني على المطر دي في حد ذاتها يعني في أماكن زراعية عملية الري ومصدر مية للإنسان هو بيعتمدوا على المطر، يعني بيبقى عامل خزانات وأماكن مجاري للمية بحيث المطر بتمطر بيخزن المية للشرب بتاعه ولعملية الزراعة اللي هو بيمارسها، تمام؟ فده يعني ذكرناها مع موضوع التأثير الإقليمي والأمطار الحمضية. فتكملة أكاسيد الكبريت بتسبب حموضة التربة، وأكاسيد النيتروجين دي هي بتستخدم للتسميد لكن برضه ممكن تسبب حموضة للتربة، تمام؟ طبعا لو هي مش بحساب. وبيديك معلومة كده، بيقول لك الكبريت والنيتروجين من الملوثات الناتجة عن تشغيل محطات الطاقة الكهربية. طبعا عملية حرق مشتقات البترول وكده عشان تنتج بيها كهرباء، فبينتج منها الملوثات. طبعا زي ما هنشوف بعد كده، الغاز الطبيعي أقل من البترول بكتير في عملية نواتج الاحتراق بتاعته وتلويثه للبيئة. يعني احنا محطات الكهرباء عندنا بتعتمد على الغاز الطبيعي، دي ميزة بالمقارنة بالمحطات اللي هي بتعتمد على البترول. فالموضوع ده عندنا من زمان، يعني حتى انا فاكرين من زمان مرة فتحوا موضوع ان يعملوا محطات كهرباء تشتغل بالفحم، على اساس الفحم رخيص وكده، بس تراجعوا لاعتبارات بيئية. فالموضوع هنا برضه محل اعتبار وكده. وفي مؤتمرات بتتم بره، مؤتمرات عالمية بيحضرها رؤساء دول بيبقى موضوعها هو موضوع البيئة والمناخ. يعني لبعضكم اللي هو متابع نشرات الأخبار وكده، يعني الموضوع
مش بيتم بشكل محلي، لا ده اجتماعات دول وبياخدوا قرارات فيها بيحاولوا ينفذوها. تمام. فاحنا عندنا هنا، وبرضه موضوع ان هم كانوا بيتكلموا عن السيارات مثلا. طب لحظة واحدة، يعني حاجات احنا بنبهكم ليها لإيه؟ لأن الموضوع داخل فيه بعد بيئي، يعني موضوع برضو العربيات اللي بيحاولوا يقلبوا المحركات بتاعتها تشتغل بالغاز، إن الغاز بيسبب تلوث أقل للبيئة بكتير، يعني مش حاجة بسيطة بالنسبة للبنزين وكده. وفي موضوع برضو السيارات الكهربائية، ده موضوع برضو مفتوح جديد، هو من فترة موجود بره، بس هو كان اللي قبل كده كان مشكلتي عن السيارة الكهربائية إن تكلفة إنتاجها عالية جدا، يعني بالمقارنة كانت أضعاف أضعاف يعني. وكانت الشركات اللي هي الأجنبية بره كانت بتنتج العربية مش بهدف الربح، بهدف إن هي يبقى عندها التكنولوجيا بتاعتها، يعني كانوا بينتجوا العربية ويدعموها بيبيعها بأقل من ثمنها، هو مش هدفه إنه يبقى الربح، لأن هي غالية جدا، مش يعني هو بينتج أعداد منها، يعني هي عشان يكسب منها لازم تتباع بأعداد كبيرة، وهي كان بسعرها العالي ده مش ما كانش حد هيشتريها بأعداد كبيرة، فكان بينتجها بأعداد بسيطة ويدعمها بهدف إن هو بس يطور التكنولوجيا بتاعتها، يخفض تكلفتها. مع الوقت ابتدى فعلا السعر بتاعها يقل وابتدت توصل لنا هنا، يعني كونها هي وصلت هنا فمعناها ان هي اصبحت يعني ايه سعرها مقبول نسبيا. فبرضه الموضوع في نفس السياق، محركات كهربائيه بحيث العربيه ماشيه ما بتطلعش عادم، يعني احنا بنشوف وانت ماشي في الشارع، يعني لو في شارع زحمه وكده الموضوع بيبقى صعب، ازاي عربيات ماشية ببطء، وهي والبطء ده في حد ذاته عادم أكتر، يعني بعد ما يخلص مشواره مثلا في 5 دقايق يخلصه في نص ساعة، يعني معناها الموتور بقى له شغال نص ساعة. تمام. لكن بقى وجود محركات الغاز وبعديها الكهرباء، فدي جزء برضه بعد من أبعاد الموضوع. هو طبعا مش كل حاجة، لأن احنا بنقول برضه الموضوع له علاقة بنواتج المصانع وكده، لكن هو في كل الاتجاهات. زائد الوعي، يعني دلوقتي مثلا احنا بنتكلم عن التلوث البيئي، اللي هيشتري عربية غالية بهدف المحافظة على البيئة مش هيعمل كده غير شخص عنده وعي بيئي ملم بطبيعة الموضوع، هم بره وصلوا للمستوى ده. طبعا الموضوع محتاج إمكانيات برضه، يعني مش وعي بس، وعي وإمكانيات انه فعلا بيشتري مثلا سياره كهربائيه عشان يحافظ على البيئه اللي هو ايه موجود فيها. وطبعا طالما دفع فلوس كتير عشان يحافظ على البيئه، فبالتالي الممارسه اليوميه بتاعته هو بيحافظ فيها على البيئه، يعني هو حريص على البيئه في معيشته، بيتبع اجراءات بيئيه بحيث ما يبقاش ملوث للبيئه. طيب في بقى التأثيرات العالمية، في موضوع الاحتباس الحراري، ده موضوع الاحتباس الحراري دوت أو بنسميه جرين هاوس. طيب نقف عند المسمى كده ونفهم إيه معنى جرين هاوس. دي ده ترجمته اللي هي الصوبة الزراعية، يعني كلنا لو رحت أماكن زراعية وكده بتلاقي ساعات يجي في وسط الأراضي الزراعية وتلاقيه عامل زي غرف كده متغلفة مثلا بمشمع أو بأي مادة شفافة في وسط الزرع كده، وتلاقي جواها زرع، صوبة زراعية. تمام. هو بيعمل إيه في الصوبة الزراعية دي؟
الصورة الزراعية دي. طب لحظة، أنا مش فاهم. معلش اصل بيجي طلبة بيتكلموا قدام الباب، فبضطر يعني اقوم ايه امشيهم. تمام. طيب الجرين هاوس هو بيعمل ايه في الجرين هاوس يعني، او ايه اللي بيحصل فيها؟ دلوقتي بيبقى فيه اشعة شمس بتيجي مثلا على الصوبة الزراعية ديت، تمام، فداخل الصوبة بيسخن، تمام، فبنلاقي ان مع الوقت ان داخل الصوبة بيبقى درجة حرارته اعلى من الجو الخارجي، فده بيمكنه ان هو ممكن يزرع محاصيل في غير الوقت بتاعه، يعني الجو يبقى بره بارد ودافي جوه الصوبه الزراعيه، بالتالي ممكن يزرع محاصيل تحتاج الجو ده. طيب ايه علاقه ده بقى بان راح ربط الاسم ده بمشكله الاحتباس الحراري؟ الاحتباس الحراري اللي حصل ان جو الارض عمل نفس تاثير الصوبه الزراعيه دي. يعني احنا عندنا الارض بيحيط بيها الغلاف الجوي، تمام، كاننا قاعدين في مكان يشبه اللي هو اللي الصوبه دي. ازاي؟ ببساطه كده، دلوقتي اشعه الشمس بتبقى في النهار بتيجي على الارض وفي غلاف جوي، فالاشعه دي بتسخن جو الارض، وجزء من الحراره ديت بيشاع بعد كده الفضاء الخارجي. يعني في النهار الشمس بتسخن سطح الأرض، تمام، مش كل الحرارة دي بتفضل الأرض محتفظة بيها، جزء من الحرارة ده بيشاع من خلال الغلاف الجوي للفضاء الخارجي في الفضاء، وطبعا ما بيشاعش كله إلا كده الأرض هتبقى برد وبتحتفظ بجزء منه، يبقى الحرارة دي جزء منها بيشاع وبيتم احتفاظ بإيه؟ بجزء تاني. الجزء التاني دوت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، يقول لك درجة الحرارة 20 25 30، هو بتأثير الحرارة اللي الأرض احتفظت بيها. طيب اللي حصل إن عملية التلوث ديت والغازات اللي هي منبعثة في الغلاف الجوي قللت الحرارة المنبعثة للفضاء الخارجي، يبقى كان في الأرض بتحتفظ بجزء، في جزء بيتسرب للفضاء الخارجي، الجزء اللي هو بيطلع للفضاء الخارجي ده قل، يعني ابتدت الأرض تحتفظ بحرارة أكتر من الأول نتيجة التلوث اللي موجود في الجو، بقت الحرارة دي مش قادرة تتسرب من التلوث اللي موجود. فلما الأرض احتفظت بحرارة أكبر كأنه حصل زي موضوع الجرين هاوس، زي اللي كان بيحصل في الصوبة بالظبط. طبعا الاحتفاظ بالحرارة الأكبر ده دي كده حاجة مش طبيعية، ابتدت تأثر على الوضع اللي موجود بقى، اللي احنا ممكن بعضنا بنسمعه في نشرات الأخبار، يقول لك القطب الجليدي ابتدى حصل فيه ذوبان بمعدل معين، مستوى سطح البحر ارتفع كام ملي أو كام سنتي، ونبتدي نشوف بقى في مدن ساحلية على مستوى العالم ابتدى البحر يخش على الشط، ابتدى يحصل تآكل، والناس اللي هناك يعني بيقول لك بعد ما كان البحر مثلا بعيد عننا ب 200 متر، لا ده وصل لهم، يعني معناه ان المياه ابتدت تغطي الارض. كل ده نتيجة الاحتباس الحراري.
ده طبعا مش ما هو لا يخص بس عملية ان الارض الجو سخن فالجليد زاد، لا ده ابتدى يأثر على المناخ نفسه. الجو كل مكان ليه سماته، اللي هو السمات الجوية بتاعته، طبيعة مناخ معينة، ابتدت الطبيعة تتغير زي الأمثلة اللي احنا قلناها من شوية. المكان اللي كان بيسقط عليه جليد بإيجاف، حتت فيها أمطار ما بقاش فيها، وهكذا. تمام. ومن الأسباب بقى اللي بتسبب غاز الاحتباس، عملية الاحتباس الحراري ديت، اللي هي نتيجة احتباس أو نتيجة الملوثات الموجودة في طبقة التربوسفير، الطبقة اللي هي ملاصقة الأرض. الغازات دي ممكن البخار، بخار المية، ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون، وفي الأوزون. طبعا الأوزون بقى المنبعث من النشاط الصناعي مش الطبيعي، لأن في أنشطة صناعية من ضمن المكونات بتاعتها الانبعاثات بتاعتها غاز الأوزون، في غاز الميثان وغاز أكسيد النيتروجين اللي هو ده بيسموه الغاز الضاحك، إن هو كان بيستخدم في عملية التخدير في طب الأسنان. فطبعا ده كده الكلام المكتوب ده اللي احنا ادينا فكرة عنه دلوقتي، إن يحصل ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع مستوى سطح البحر، وجفاف شديد في بعض المناطق، تغيرات مناخية غير مرغوب فيها. تمام. ابتدى يكلمني هنا عن كل نوع من انواع الملوثات. يعني دلوقتي لما قلنا له ان الجو بيتلوث وبتسبب احتباس حراري، قال لك طب دي الملوثات اللي عندي. طبعا هو بيستعرضها ليه؟ عشان يشوف ان كان يقدر يقلل حاجه منها ولا لا. يبقى في ملوث جه في التربوسفير وتسبب لك في احتباس حراري، طب هو ايه الملوث ده؟ قال لك دي الانواع بتاعته. فابتدى يستعرضهم بحيث لو في حاجة منهم يقدر يقللها. فبيقول لك ثاني أكسيد الكربون من الأنشطة البشرية ومن التنفس الإحيائي، طبعا كل الكائنات الحية كده عملية التنفس بتديني ثاني أكسيد الكربون. الأنشطة البشرية مفهوم، أنت لمجرد عملية الحرق نفسها، ودي حاجة أساسية، أي نشاط دلوقتي في حرق وقود، وفي من ضمن الناتج بتاعه ثاني اكسيد الكربون. تمام. ممكن زياده ثاني اكسيد الكربون، يعني هنا بيستخدم في عمليه التمثيل الضوئي بتاعه النبات وكده، يعني انت ممكن بشكل غير مباشر تزوده لو انت قطعت الاشجار. عمليه قطع الاشجار في الغابات هو كده ما اداش كربون، بس قلل عملية الامتصاص بتاعته. فنتيجة كده الكربون اللي ثاني أكسيد الكربون اللي كان بيمتص ما بقاش يمتص، فنسبته زادت. وقطع الغابات بره مشكلة، يعني عشان ندي برضه فكرة ان انت هنا في مصر مفيش غابات، بس ندي فكرة الدنيا بتحصل ازاي. هم بره بيقطعوا الغابات عشان يزرعوا مكانها، وعملية زراعة الغابات جاية من، يعني مثلا في الدول أمريكا الجنوبية وكده بيربوا مثلا المواشي الأبقار وكده وبيصدروا اللحوم. فعملية إن هو عشان يزود الصادرات بتاعته وكده، فطبعا عايز يربي أكتر، فيربي أكتر عايز الحاجات اللي هو بيربيها ديت، عايز أكل أكتر. يجيب الأكل منين؟ يبتدي يقطع في الغابات ويعمل لها مراعي بقى، يزرع إيه؟ أكل النبات. طبعا الأشجار اللي قطعها دي كانت هي اللي بتمتص ثاني أكسيد الكربون، وحتى بيسموها يعني غابات الأمازون دي بيسموها كده تعبير، يقول لك دي رئة العالم، الرئة بتاعت العالم، على أساس إن هي إيه، عملية إن هي إيه، إنتاج الأكسجين وكده. تمام. طيب نروح بعد كده، يعني احنا قلنا دلوقتي كده اتكلمنا عن الاحتباس الحراري، الجرين هاوس. الجرين هاوس دي جايه منين؟ ان في ملوثات بتتراكم في طبقه التربوسفير، والتربوسفير بيتركز فيه غازات
فبتسبب لي في موضوع الاحتباس الحراري. طيب ايه المشكلة التانية؟ المشكلة التانية جاية من الأوزون اللي في الستراتوسفير. كل لك تمام. نيجي بعد كده الطبقة اللي بعدها اللي فوق التربوسفير، فدي قلنا إن فيها غاز الأوزون اللي بيمتص أشعة فوق البنفسجية. طب في مشكلة حصلت له؟ أيوة، بيقول لك نتيجة عمليات برضو التصنيع، ففي غاز الكلورين ده كان بيستخدم في الصناعة من خلال مركبات. المركبات دي الاسم التجاري ليها ده طبعا الاسم الكيميائي غاز الفريون. الكلورين ده اللي موجود في غاز الفريون ده كان بيستخدم على نطاق واسع في عمليات الصناعة، يعني من ضمن الأمثلة كان بيستخدم فيها، بيستخدم في الثلاجات وطلمبات حرارية، إنتاج البلاستيك الرغوي اللي هو الفوم يعني وكده. فالغاز ده كانوا بيستخدموه على نطاق واسع وعملية الإنتاج شغالة تمام. اكتشفوا إيه بعد فترة؟ اللي هم الجماعة اللي شغالين بتوع الطقس وكده بيعملوا عملية مسح، اكتشفوا إن تركيز غاز الأوزون فوق مناطق معينة تلاشى. غاز الأوزون ده طبعا احنا بنقول منتشر بتخانة بكثافة معينة، لا كثافة الغاز دوت فوق مناطق معينة الكثافة دي قلت جدا، وقلت بحيث إن بتمثل خطر، لأن كده من النقط دي أو من الأماكن ديت سموها ثقب الأوزون. هو كان أكتر من ثقب، إن كده الأشعة فوق البنفسجية هتنفذ من الأماكن دي، طبعا يبقى الناس اللي ساكنة في المكان ده يعني كده الأشعة دي هتنفذ من الثقب ووراها على طول سطح الأرض. كده الناس اللي موجودة في المكان دوت كده هيتعرضوا بقى إيه للكانسرز والأمراض العيون والجهاز المناعي بتاعهم يتأثر والحاجات الخطيرة. فلما درسوا الموضوع لقوا إن الغاز اللي هو الكلورين دوت اللي جاي مع الفليون، الغاز ده بيطلع في طبقات الجو ويوصل للستراتوسفير ويبتدي يتفاعل مع الأوزون ينتج مركب مختلف. الحاجة الجديدة دي ما بتمتصش الأشعة فوق البنفسجية تمام، فبيسبب تآكل للأوزون تمام. اللي طبعا المشكلة دي ظهرت في يعني بنتكلم كده في الثمانينيات، يعني ممكن بنتكلم 30 40 سنة تمام. طبعا لما بيكتشفوا المشكلة بياخدوا سنين على ما تتعالج، فابتدوا يحطوا محاذير على استخدام غاز الفليون ده. فلحد فترة يعني قريبة يعني ابتدت المشكلة تتحل، يعني ابتدى فعلا الثقب بتاع الأوزون دوت ابتدى يصغر مش يزيد، ابتدت كثافة الغاز فيه تزيد، يعني ابتدت الأمور ترجع للنصاب بتاعها، بس ده تحت برضه القيود أو الشروط اللي هي محطوطة على استخدام الغازات الضارة دي تمام؟ ماشي. لكن ما زالت المشكلة الأولانية اللي هي بتاعة الاحتباس الحراري مشكلة عويصة. يعني قلنا دلوقتي طبقات الجو في مشكلتين، تغبس فيه لما حصل فيه تلوث سبب لي احتباس حراري، الستراتوسفير حصل تآكل لغاز الأوزون نتيجة مركب كلورين اللي موجود في غاز الفليون. المشكلة التانية دي حطوا قيود في عمليات الصناعة بحيث المشكلة ابتدت تتعالج مع الوقت. المشكلة الأولانية بتاعت الاحتباس الحراري احنا عايشين جواها فعلا دلوقتي، يعني القيود اللي حاطينها والإجراءات اللي بيعملوها أقل من اللي مطلوب، فما زال برضه عمليات التغير في المناخ بتحصل، الأماكن بيحصل فيها جفاف، ارتفاع على مستوى سطح البحر. فالمشكلة دي احنا مش بنحكي عنها كقصة، ده دي فعلا هي موجودة واحنا عايشين جواها تمام. أرجو كده يعني يكون اديت عن الموضوع.
نفتح في الأول بس أسئلة على موضوع المحاضرة طبعا عشان يطلع في التسجيل بتاع الفيديو، تمام؟ لو في أي أسئلة تانية خارج موضوع المحاضرة بعد ما أقفل تسجيل الفيديو، يبقى على موضوع المحاضرة اللي ليه سؤال يرفع إيده. ممكن برضو نقلب بسيطة على أساس إن لسه البرزنتيشن ما جاتلكمش، أدي إحنا اتكلمنا عن مكونات البيئة، يعني لو حد كان ليه سؤال وعايز يرتب أفكاره اتكلمنا عن المكونات، استفدنا شوية في موضوع الأتموسفير والطبقات بتاعته، لأن قلنا إن دي هيخصه مشاكل بيئية هنوضحها بعد كده، ووضحنا المشاكل دي. طبعا الطاقة الشمسية دي كان ضروري نذكر المكونات، لأن جزء من المكون ده اللي هو الأشعة فوق البنفسجية هيبقى ليه علاقة بمشكلة بيئية بعد كده اللي هي كان ثقب الأوزون. اتكلمنا عن التأثيرات المحلية والإقليمية والعالمية. في التأثيرات العالمية رحنا ابتدينا نذكر بقى المشكلتين اللي احنا قلنا عليهم قبل كده، موضوع الاحتباس الحراري، دي مشكلة عالمية الكل بيتأثر بيها، يعني مستوى سطح البحر مرتفع، مش بيرتفع في حتة وحتة لا، ومشكلة ثقب الأوزون، تمام؟ كده اللي ليه سؤال يتفضل يرفع ايده، في علامة الهاند لو دوستها هتظهر قدام اسمك. طبعا الاسم اللي بيدوس هيطلع لي في المقدمة، هيطلع في الأول، يعني أنا مش مضطر أدور عليه أو كده. أول محاضرة اللي فاتت، يعني اللي بيسأل ممكن يسأل في اللي فاتت أو دي، مش قضية. منتظر. طيب اتفضل يا باشمهندس، شغل المايك واتكلم. هو احنا المفروض نعرف التركيب والمميزات بتاعت الغلاف الغلاف الجوي كلها دلوقتي وانا بقولهم لك كده. في حاجه كانت ظاهره ان هي صعبه؟ لا، بس على اساس ان انا احفظ الارقام والمسافات والحاجات دي. لا، الارقام لا طبعا، لان الارقام في بعض الارقام بتتغير، يعني انا كنت مديك في البرزنتيشن قطر الارض وقطر لا الارقام دي عاديه ما فيهاش حاجه، تمام؟ مش طبيعتها متغيره مع الوقت، فاهم؟ ما فيهاش حاجه، دي بسيطه، يعني هي معلومات عامه ما تجيش في الامتحان. لا، ما تيجي ايه اللي ما تجيش ليه؟ ما هو الموضوع ليه علاقه برضه، يعني افرض انا عايز اعرفك فاهم ان التربوسفير دي السمك بتاعها بيختلف من مكان للتاني، دي معلومه بحد ذاتها. تمام يا دكتور، شكرا. تمام. هو دلوقتي في يعني اسئله زي دي ليها علاقه، انت قريت الموضوع ولا لا؟ يعني برضه انا عايز اقول حاجه، المواد اللي هي يعني في يعني كلام عام، عمليه ركن المذاكره بتعمل للطلبه مشاكل جامده، يعني دلوقتي الكورسات المحطوطه دي وهو بيخصص لكل ماده اللي يناسبها، يعني محاضره ساعتين في الاسبوع او كده ولمده عدد اسابيع معين، ماشي؟ فاللي حاطط المناهج ديت موزعها بحيث حاطط في اعتبار في المقابل ان في طالب بيذاكر اول باول، ماشي؟ بتاتا ما عملش حسابه ان الطالب هيجمع الحاجه ويذاكرها مره واحده، دي مش موجوده في الحزب، تمام؟ يعني نمشيها كده بهدوء، حط لائحه فيها مواد وبعد كده حط جدول للدكاتره ونظم الموضوع زي ما انتم شايفين كده. في المقابل بقى يجي الطالب راح مجمع كل ده مره واحده، الله، طب يبقى كان من الاول بقى الدكتور ادى كل المحاضرات في يوم واحد، هل ده ينفع؟ فارجو ان الناس تذاكر اول باول، يعني الذهن ما يقدرش يستوعب محاضرات مجمعه في مواضيع انت اصلا ما عندكش خلفيه بيها قبل كده. يعني انا لو في موضوع عندي خلفيه بيه، ماشي ورا بعضيه كده هقراه واشوف ان كان في حاجه جديده ولا لا، ده لو انا عارفه من الاول، لكن اللي مش عارفه من الاول ده
لازم يتاخد بالتدريج. فانا بديك محاضره كل اسبوع، ذاكرها كل اسبوع، ما تكومش المحاضرات لاخر لحظه، تمام؟ وخصوصا في ماده زي دي، يعني هي بعيد عن التخصص، يعني لو ضغطت فيها مش هتنفع معاه. يعني الواحد بيدي في مواد الانسانيات يدي حاجات بسيطه ويفاجئ الطلبه مش حلها. ليه يعني انت معلش في كورسات تانية بتاخد حاجات اصعب وبتحلها؟ هل انت لما بتطمن وترتاح ما تذاكرش؟ طبعا في الاخر كل واحد مسؤول عن مستواه، يعني طبعا يعني انت كل واحد مسؤول عن نفسه، بس نصيحه عامه ذاكر كل المحاضرات اول باول. الترم بطبيعته قصير، يعني الثلاث شهور والكلام ده يعني بسيطة، وإن شاء الله دي آخر سنة ليكم بالتوفيق. طيب في سؤال تاني؟ طب نقفل التسجيل على كده ونفتح لو حد ليه سؤال خارج المحاضرة. خلاص كده؟ طيب الأول ننزل الحضور.